كالمعتاد الجمعية المغربية لاستغوار بتازا القائمة بذاتها الآن كانت واجدة في وادي النيل، غادي نشوف واحد الكاف هنايا كعيط له حبس الكلاب. هو قديما كان كاف اليهودي، دابا ولات حبس الكلاب لأن ولاو كيرميو فيه شي شوية ديال الكلاب ولات السمية ديالو هكا، ولكن ماشي بزاف، غير واحد الكلب ولا جوج ولات انطلقت هاد السمية. وغادي ندخلو ان شاء الله، هو كيتقسم على جوج، حنا غادي نمشيو غير لواحد الطريف ونخليو الطريف الاخر لوحدين اخرين، غادي يجيو من بعدنا يشوفوا هاد المغارة ان شاء الله واحد الرحلة. المهم حنايا غير كجولة استطلاعية استكشاف، غادي نستكشفوا الكاف ونشوفوا المعالم ديالو، الخطط العريضة نكتبوها، ومن بعد يجيو الاصدقاء ديالنا كاملين. هي المهم كبش فداء ان شاء الله المغارة. هذه هي حبس الكلاب ومروبيريا معروفه وقريبه للطريق. المهم ما غاديش نتعذبوا فيها بزاف، نديروا فيها واحد السويعه ولا جوج السوايع ماكسيموم ونخرجوا بحالنا ان شاء الله بحول الله وملك الله ان شاء الله غادي نشوفوا. شكرا لكم. يا ملك الله الكافي. كنجيو كنديرو لا مراج هنايا اللي غادي يكونوا شويه ناقصين في الحركه، كنديرو لا مراج هنا في هذه الشجره ديال الكرمه، من تما كنديرو القنبه، كنديرو واحد المنكوره ونهودو شويه بشويه بشويه. دابا حنايا المهم الناس متمكنه شويه ولاعبه شويه الرياضه، غادي نديرو واحد لا مراج عندنا هو لتحت، واحد النقيطه لتحت واحد جوج متر ديال العلو، فيها غادي نديرو لا مراج ديالنا ونهبطوه شويه علينا ونكملو ان شاء الله القدام. مشاو الداري مشاو. هذه هي المغاره ديال حبس الكلاب. المهم هذه هي الدخله ديال الاولى كاع، وهذه هي النزله اللي قلت لكم بالقنبه اللي غادي ننزلوا واحد جوج متر ولا شويه قاصحه، ومن بعد المغاره لتحت كنهودوا لها واحد لابونت، وكتولي تقسم على جوج جهات، جهه فيها ما بين 3 كيلومتر 2 كيلومتر ونص، وجهه فيها واحد 800 متر ما بين 800 كيلومتر. غادي نمشيو لهذ الجهه هذه اللي على اليمين اللي فيها شويه دي كونكريسيون، فيها داك الشيء المهم غادي يعجبكم ان شاء الله. ان شاء الله.
شكرا لك. صورة جماعية. نقطة في الكاف. بالنسبة لآخر نقطة في الكاف عندنا الدخلة ديالو المهم في الوسط، عندنا واحد الخرجة ودخلة ولكن مقلبة يعني بليكورد، خص تحتاج الماتريال ديال السبيديو باش نهيدو فيه. والدخلة الثانية حتى هي كذلك، يعني فيه هو ثلاثة ديال الدخلات، جوج بليكورد تقدر تهود من بلا مراج، وحده اللي هدنا منها ما الكورونت وصافي. هذا هو اللي كاين. هذا هو المتراج ديال الكورد. تقريبا المتراج ديال الكورد واحد 10 متر هكاك 10 15. تاع الكورد باش كدير المراج ديالك وتعود الا بغيتي تهود له بالقنبه وتولي ترجع للدخله. من هنا تبدا الانطلاقه، يعني من طريق من هنا الا بغيتي ديرها سبيدي وتمشي، بغيتي دير غير لاكروت وتدخل يعني عادي بلا من كورونت راه في هذا اليوم. هذا فالجمعية المغربية للاستغوار في بعض عناصرها في إطار جولة استكشافية لهذه المغارة ديال حبس الكلاب، من أجل أن تنظم واحد الجولة أخرى اللي شاركوا فيها واحد العدد كبير ديال أعضاء الجمعية والناس اللي متعاطفين لهذه المرغبة. فالحمد لله اليوم احنا دخلنا استكشفنا هذا المكان هذا بقيادة السي طارق شيبي، وبطبيعة الحال لما كتدخل هذا المكان فأهم حاجة كيتبادر للذهن هو عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الشيء متكون منذ آلاف السنين في ظلمات تحت الأرض، فما كيمكننا ملي كنشوف هذا الشيء إلا كنقولوا سبحان الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ونتمناو أن هذا الشيء في هذه المدينة الحمد لله موجود وتعطى له واحد الاهميه وتزيد الجمعيات اللي كتعمل في هذا المجال هذا انها تبذل مجهودات اكثر من التعريف بهذا الكنز اللي كتوفر عليه المدينه ديال تازا. وشكرا. القنبه هذه خدموها الدراري باش يجبدوا الحمام، الماتريال ديال الاستغوار.
اللي كاينه في المغاره هي هاد جوج نيتو هادي، ضروري المعاون ولا شي واحد يكون خفيف يطلع دغيا، وديك الساعه ملي يطلع الاخر واحد يمد الاخر يدو وتولي كون دري احسن الماتيريال كون جمعت لا ماتيريال دير ماتيريال ولكن ماشي بزاف شي حاجه بحال دابا هادي خصها غير لي بواني شي ثلاثه ديال لي بواني وطلع بهم هذاك الشيء اللي